تزدان الواجهات الزجاجية للمحلات في نهاية شارع طلال وسط البلد ببنادق الصيد والمسدسات والطلقات مختلفة الأنواع والأشكال، إضافة إلى اكسسوارات الأسلحة ومستلزمات تنظيفها، فيما شكل قديماً النواة الأولى لسوق السلاح. سوق السلاح يعتبر الوجهة الأولى للباحثين عن الأسلحة المرخصة وهواة جمعها والسعين إلى صيانة أسلحتهم وتزيينها بالإكسسوارات والإضافات. الأسلحة المتوفرة اللي هي مسدسات الصيد، بنادق الخراطيش بأشكالها، لوازم ومستحضرات للأسلحة مثل الزيوت، مثل المجاريد، مثل الزيت، كلها موجودة ومتوفرة الحمد لله. إقبال الآن أكثر شيء على مسدسات الحي وبنادق الصيد اللي هي الخرطوش. قديما كان بيع وشراء الأسلحة النارية يتم بدون ترخيص حكومي أو أمني، وفيما بعد صدر أمر بوجوب ترخيص كل قطعة سلاح يشتريها ويقتنيها المواطن، وترتفع أسعار السلاح بشكل ملحوظ ومستمر من حين لآخر. شروط البيع أنه بتقدمها المواطن اللي بده يشتري بالقطعة، بعطيه فاتورة باسمه برقمها، بطلع المركز الأمني، بس الشرط يكون عمره 22 سنة وفوق وعلى قيود أمنية. إذا عليه قيود أمنية برفضوه طبعا. بالنسبة لقطعة المسدس، إذا بده مسدس بيجيب كتاب بنسلمه للأمن، الأمن بديه للمختبر بفحصوه، وبتكون إجته موافقات الأمنية وبتطلع باسمه رخصة مسدس. بعد ما تصدر الرخصة بيستلم القطعة سواء مسدس أو بندقية صيد. لكل مهنة عقبات تقف في وجه ممتهنيها، وأصحاب محلات السلاح لهم مشاكلهم أيضاً وتتلخص بالتالي. لو الدولة تسمح لنا باستيراد مسدسات كمية محددة مثلاً عتاد الخرطوش، عتاد المسدسات، البنادق، كمية محددة بخف، وبعدين الدولة بتستفيد من عدة جهات. الجهة الأمنية بخف التهريب، الثانية أن الدولة بتأخذ رسوم، بتأخذ عليه معاملات، الثالثة أنه كل الدوائر الأمنية بتعرف أنه فلان التاجر استورد كذا 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 مسدسات، المسدس كذا لفلان لفلان لفلان، بيكي بتخف الأمور أحسن. اسمحوا لنا بزيادة الكمية الأسلحة بكون أفضل. المسدسات ممنوعة نهائيا، مسدسات الصوت ممنوع نبيعها، مسدسات ممنوع نستوردها اللي هي الحية، كذلك البنادق عندنا بس استيراد 25 بندقية كل سنة. هاي مشاكل بدنا نرفع عدد، نزيد المسدسات ويسمحوا لنا باستيرادها، والبنادق يرفع الكمية. لكل قطعة سلاح ميزتها، إلا أن المستورد في هذا السوق الأنواع الأمريكية والإيطالية، إضافة إلى البنادق ذات المنشأ الأوروبي بشكل عام، إذ يسمح القانون للتجار الاستيراد من جميع دول العالم. فسوق السلاح في وسط البلد وجهة لكل هواة جمع الأسلحة وهواة الصيد. لبرنامج دنيا يا دنيا، إيلين يوسف.